مسألة البغض في الله والحب في الله أصلا مبنية يا إخواننا على على على, على, على الإيمان، وهي شعبة من شعب الإيمان. والإنسان إذا بيحب دينه بيحب الناس المعاو فيه، وإذا بيبغض دين الكفر والبدعة بيبغض الناس اللي بيعملوا الكفر والبدعة. دي مسألة طبيعية، يعني حتى غير مسألة إنه مأمور بها شرعا إنه زول يحب في الله ويبغض في الله، دي مسألة فطرية في الفطرة. شوف أي زول موافقك في حاجة معينة أنت بتحبه. أسأل لاعبين الكورة، زول بيحب الكورة مش تلقى بيحب اللاعبين حالك زيهم ولابس كيف فطري كده. انت لو بتحب الحاجة بتحب زول اللي بيعملها، تمام؟ ولو بتكرهها بتكره زول اللي بيعملها. عشان كده لما كان المؤمن يحب السنة بيجا شنو؟ يحب أهل السنة. ولما كان المؤمن يبغض البدعة إذن حيبغض شنو؟ أصحاب البدعة. إذن دي مسألة متلازمة. لذلك الحب في الله والبغض في الله من عرى الإيمان، يعني من ثوابت الإيمان. ربنا قال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فزول بيتولى المؤمنين ويبغض شنو؟ المشركين والمبتدعين، يبغضهم. بعد ذاك المؤمن ذاته انت بتحبه على قدر ما عنده من الطاعة، وتبغضه على قدر ما عنده من المعصية. نعم. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.